ارتفاع معتبر سجلته أسعار مكيفات الهواء في الآونة الأخيرة تزامناً والارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تشهده البلاد، مما خلف سخطاً كبيراً لدى المواطنين الذين وصفوا الزيادات بغير المبرر. لا مرة هي كارثة، عندنا واحد 15 يوم ولا ما باك داك بلي دخلتها السخانة هذه، كي تدخل السخانة حنا الجزائريين كي تدخل السخانة يزيدوا في الكليماتيزور، كان يزيد مليون كان يزيد ما يزيد مليون ونص. هل كنا بزاف 10 ملايين كليماتيزور، لأن والله ما عندي كاع كليماتيزور في الدار. والله غير الريا شو ما تسعوش بيك. العام اللي فات ودوك ماشي كيف كيف. بزاف كان العام اللي فات يدير 6 ونص 7 فهمتني؟ ماكسيموم 7. دوك 11 مليون 10 غير اللي يقول لك 10 ملايين. من جهتهم عز الباعة الارتفاع في أسعار المكيفات الهوائية إلى أسباب أخرى متعددة. بري والله يا أخي ولينا نحشمو نهضرو مع الناس، بري تا كليماتيزور ولا يدير 10 ملايين، 12 ميل كان يدير العام اللي فات 7 ملايين، دوكا هاد العام 10 ملايين. وبروبليم ماشي هو في الحوانت لهنا، بروبليم في الوزين، زاد السمانة اللي فات باعونا حنا أنا ديستريبيتور نبيع الحوانت ليفري الحوانت لهنا. السمانة اللي فاتت كانوا يبعثونا ب 71 دوكا ولا ب 89 في ملوزين ب 89 شحال راح تبيعوا انت الحين بابك الحوانت شحال راح يبيعوا الحانوت شحال راح يبيعوا المشاري. ومع الارتفاع الكبير لاسعار مكيفات الهواء وجد المواطن نفسه مجبرا لا مخيرا على اقتناء المروحة الهوائية والتي لم تسلم بدورها من الزيادات في اسعارها. لي فونتيلاتور 500 400 على حساب لا مارك على حساب سوليد تاع بلاستيك ريشه تاع حديد. يشرو فونتيلاتور هادي كل واحد ومقدور. ريشه دير 400,000 تقدر. شي يقول لك 700 800. سي غراف. الناس تموت. ارتفاع غير مبرر في اسعار مكيفات الهواء ارجعه المراقبون الى تجار المناسبات والازمات. مما يستدعي حسبهم تدخل الجهات الرقابية لردع المخالفين.